السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه القصيدة ردا على الأخ الشاعر عايد بن حطاب المويني عسبيه يطال الله في عمره، الذي خص جماعة الحسيني بقصيدة عصماء كانت مليئة بالجمال والثناء، فلهم أن كل الشكر والعرفان وإلى كل أهل العرفة. يقول: كنك سجين الشعر دمي ونماه، أسقي لهب الشمالي نسيمه، قصيدتي لهلا المواجيب مهداه، هلاب هلي عند ربعي حشيمه، والوافي إحساسه يجي مثل مبداه، يعكس مدى صدق نفوس الكريم، هل الوفا والطيب والمجد والجاه، وجودهم من بين نكبر غنيمه، وعايد سيدي لهلا الكرم لا عدمناه، له بالصدر قدره ومكانه وقيمه، هل اللي بدأ بالطيب يا كيف ننساه، والطيب بين الناس ربي يديمه، الشعر منه وصل عنده وجاه أكيد يفرح في سحابه وديمه، رد الجميل اللي بصوته سمعناه لله درت القلوب السليمة، العيال حسن يوم جاده وغناه، عاشت على العرفة أكبر العزيمة، يمشي ملك من كان واثق من خطاه، عايد خيال الشعر ورضه وغيمه، الله يرحم من على الطيب رباه، نهجه على مبدأ رجال العظيمة، الطيب ربعه حلق وفوق مبناه، مكانة العرفة بصدري مقيمة، يحظ منهم عند عينه ويمناه، عدوهم يلقى العواقب وخيمة، يلقى النتائج عكس من وقتها أعماه، وكم واحد ترمي هيبة خصيمة، يعز من وقته حداه وتحداه، صداقة الوافين تبقى حميمة، عز الأخوي ويولي زمانه تبلاه، ما يقبرون المايلة والظليمة، واليوم صار الذيب يمشي مع الشاه، الدين واحد والقيادة حكيمة، بقيادة تلي حكمة تقهر إعداه، سلات أصحاب القلوب الرحيمة، أبو فهد سلطة على من تحداه، زعيم ويدير البلاد الزعيمة، مدام كل الشعب راضي ممشاه، بشر عدو المملكة بالهزيمة، الشاعر ملوي سديري الحسيني.